احنا نشتغل في قسم الشوادر بالوقت الحاضر والمظلات والسقائف والسرادق وأغطية السيارات. وسابقا كنا نشتغل في مهنة كانت تقريبا فريدة من نوعها، وهي الرواية الماي التي تحمل على البغال والحمير وعمل المطارات الماء. سابقا ما كان موجود يعني دبيات وما شابه ذلك، نعمل المطارات لحمل تحمل باليد أو تعلق في السيارات لتبريد الماء. والمطارات مصنوعة من الشادر المشمع القطن الصافي، بها قسم من الشوادر مطري ووتر بروف مطري 100%، وقسم منها لا، نسبة تعبير الماء قليل يكون بنضيح بسيط نضح بسيط، وقسم منها لا ما يعبر الماء نهائيا إذا انخلط بمادة النايلون.